حقيقة يعني أتشرف بوجودك الرئيس والله على يمينك والجميع. قبل البيت عيدك. طبعا احنا مرتبين ترتيب أمور مجموعة أغاني، لكن لي يعني تأخير اللقاء حسب الظروف، راح نقول غناية صوت، وإن شاء الله نتوالى بالباجي، وإن شاء الله نسعد الجميع. طبعا أشكر إخواني العازفين والإيقاعات، وأشكر كذلك إنه أخذه جاسم بن نعمة وعزيز الشرقي. تحياتي لكم جميعا. صالح ولا روح تفاعوا
وين هذا يا يبي قا؟ كان زين فرشاوي يايبه.